السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين. معاكم الدكتورة سماح العباس، أستاذ مساعدة كيمياء تحليلية. هكون معاكم إن شاء الله في تدريس مادة الفود أناليسيس. بإذن الله هيكون معانا الدكتور محمد العوضي، بيكون نص المنهج والجزء بتاعي 5 محاضرات. أول 5 محاضرات يلي 5 محاضرات التانيين بتوع الدكتور محمد. واظن كده واضح، طالما المحاضرات بالنص بيني وبينه، كمان بيبقى الامتحان الفاينل اكزام بيبقى درجاته بالنص. ماده الفود اناليسز لو انتوا عارفين عباره عن 100 درجه، 75 درجه فاينل اكزام يعني الكراسه، الامتحان النظري لوحده 75 درجه، بيبقى نصه الدكتور محمد ونصه انا، يعني 37 ونص و37 ونص. و 25 درجه عباره عن الكلاس وورك ما بين كوزات و اساينمنتس، ايا كان بقى نتفق على ايه في الكلاس وورك باذن الله. فالخلاصه بنعرف ان هي 100 درجه، 75 درجه منها هو الجزء النظري باذن الله. الفود اناليسز ماده ظريفه سهله، الكونتنت والمحتوى بتاعها مش كبير قوي مقارنه بالمواد الثانيه. اتمنى انكم تحبوها وتلاقوها سهله معانا ان شاء الله. اول حاجه هناخدها ان شاء الله في اول محاضره لينا باذن الله، هنتكلم عن مقدمه عامه General Introduction about Food Analysis، هنعرف يعني ايه Food Analysis والهدف بيه ايه. الحاجه الثانيه هنشوف ايه هي المنظمات الحكوميه اللي مسؤوله عن انها تحط لنا الستاندردز بتاعه الفود علشان تقول لنا الحاجات المقبوله، الحاجات الاكسبتد ومش اكسبتد في الفود برودكتس. واخر حاجه هنتكلم على الاناليسيس بقى بتاع الفود، بتاع الاكل اللي احنا بناكله، الاناليسيس بتاعه ازاي اختار الطريقه اللي بتعمل اناليسيس للفود ان شاء الله. اول حاجه الفود اناليسيس هي عباره عن ماده بتعتمد على انها جزء من الابلايد اناليتيكال كيمستري، فلازم نبقى عارفين ان الفود اناليسيس ماده من المواد التابعه للكيمياء التحليليه الاناليتيكال كيمستري. وعاده بتبقى نصيحتي اللي بيسجلها يكون حد في ليفل 5 على الاقل، او 4 او 5 بكتير، بحيث يكون خد اناليتيكال 1 واناليتيكال 2، والافضل عندي كمان لو كان خد الكواليتي كنترول كمان، عشان يبقى في حتت كتير في الاناليسيز هنتكلم فيها يبقى اوير وفاهم فيها. الكيمياء التحليليه اللي بناخدها في اناليتيكال 1 وفي اناليتيكال 2 الى حد ما بتبقى تعتبر بيزك ساينس، اللي هي العلوم الاساسيه شويه، بتاخد حاجات مبدئيه علشان بعد كده نتطرق لما تكبروا اكتر من كده، سواء في ليفل 5 في الكواليتي كنترول، او لما تخرجوا ان شاء الله وحد هيشتغل في مجال يجي في الدراسات العليا بقى، ياخد دبلومه، ياخد ماستر، ياخد بي اتش دي باذن الله، يتعرض للابلايد اناليتيكال كيمستري. فيها حاجات كتير جدا منها الكواليتي كنترول، البايو افيلابيلتي، الفود اناليسيز، الووتر اناليسيز، فورنسيك اناليسيز اللي هو الطب الشرعي، الاناليسيز اوف كوزموتكس تحليل المستحضرات التجميل، وحاجات كتير جدا من ضمنها الفود اناليسيز. فهو عباره عن برانش او فرع من الابلايد اناليتيكال كيمستري، لان دي من العلوم التطبيقيه بتاعت الكيمياء التحليليه. كلمه اناليسيز المفروض تشمل حاجتين، لما اقول عايزه احلل حاجه التحليل ده يشمل حاجتين، يا اما هعمل الكيميكال اناليسيز للفود يا اما هعمل فيزيكال اناليسيز للفود. كلمه كيميكال اناليسيز يعني تحليل كيميائي، يعني ايه تحليل كيميائي؟ يعني عايزه اعرف اعمل اناليسيز للفود كومبوزيشن، اشوف مكونات الفود اللي هي ايه، مكونات المويتشر الرطوبه توتال سوليد نسبه المواد الصلبه قد ايه، المينرالز المعادن، الفاتس، البروتينز، الكربوهيدرات، الفيتامينز على سبيل المثال. دي اسمها الفود كومبوننتس. يبقى المقصود بكلمه كيميكال اناليسيس ان انا اعرف التايب الكومبوزيشن بتاع الفود، الحاجه اللي بتتاكل دي مكوناتها ايه كيميكالي، الكيمياء بتاعتها عباره عن ايه، قد ايه فات، قد ايه بروتين، قد ايه كربوهيدرات، قد ايه فيتامينز، نسبه المويشر اللي فيه قد ايه، نسبه التوتال سوليد قد ايه، ده كله اسمه كيميكال اناليسيس. لكن لما اجي اعمل اناليسيس لحاجه من الناحيه فيزيكالي اسمه فيزيكال اناليسيس. كلمة فيزيكال يعني من الخارج، فبس بتعرف اعمل اناليز للكالر، للاودر، للتيست، للهاردنس، درجة الطراوة او الصلابة بتاعتها، ده اسمه كله فيزيكال اناليز. احنا اللي هنتعرض ليه ان شاء الله جزء من الكيميكال اناليسيز للفود كومبوننتس. اول حاجة يعني ايه فود اناليسيز؟ تعريف الفود اناليسيز اتس ا برانش اوف ابلايد اناليتيكال كيمستري ذات ديلز ويز، اخد فيه ايه بقى؟ هعرف ايه في الفود اناليسيز؟ ستادي development and the application of analytical procedures، يعني دراسة وتطبيق وازاي بتتعمل الطرق الميثودز اوف اناليسيس، طرق الاناليسيس للفود، for the determination of chemical composition and the physical properties of food. يبقى تعريف الفود اناليسيس ان انا هشوف ازاي اعرف اعمل study و development و application analytical procedures. انا بتعلم كطالب
ازاي ادور على طريقه مناسبه اعمل بيها اناليسز. المره دي بقى مش اناليسز لسامبل العاديه كنا بنشتغلها في المعمل، او هنشتغل اناليسز لدراج مثلا موجود في اقراص او في حقن او في شراب ايا كان، لا هنا هعمل اناليسز للفود عشان اشوف الكيميكال كومبوزيشن والفيزيكال كاركترز بتاعته. مين اللي يعمل اناليسز للفود؟ مين المسؤول يعمل اناليسز للفود؟ اي حد بيعمل اناليسز اسمه اناليست، يبقى التحليل بحد ذاته اسمه اناليسز. الشخص اللي بيعمل اناليسز لحاجه بيحللها بقى اسمه اناليست. الاناليست اللي بيعمل فود اناليسز ده بيكون موجود فين؟ موجود في الفود اندستري لابس، في معامل بتاعه المصانع اللي بتصنع الفود، يعني المصانع اللي بتطلع اي منتج بيتاكل فود برودكت بيبقى عندها معامل ناس شغاله فيها مخصوص تعمل اناليسز وتحلل الكومبوننت البرودكت بتاعهم وتشوف مكوناته ايه ومطابقه المواصفات ولا لا. موجود تاني حاجه فين الاناليست ده؟ في الجوفرنمنتال ايجنسيز، المنظمات الحكوميه. ازاي؟ عارفين احنا جهاز حمايه المستهلك والحاجات دي تاخد عينات كل شويه من السوبر ماركت ومن الشركات والكلام ده وتتاكد انه مطابق للمواصفات ولا لا. تالت حاجه اي مكان بيبقى منوط او مهتم بعمليه الابحاث في الجامعات كلها اللي هي اليونيفرستي ريسيرش سنترز، اللي هي المراكز البحثيه اللي موجوده في كل مكان واهمها في الجامعات. طيب احنا ككونسيومرز محتاجين ايه من الفود بتاعنا؟ يعني لما نيجي ناكل حاجه عايزين البرودكتس اللي بتتباع وبنروح نشتريها من السوبر ماركت دي محتاجين مواصفاتها ايه؟ What are the consumers need to their food؟ الكونسيومر او المستهلك محتاج من الفود بتاعه يكون سيف، امن، نيوتريشس، مغذي، هيلثي، صحي و اوف هاي كواليتي، ولازم يكون اوف هاي كواليتي. يبقى انا بقى الهدف بتاعي عشان اعمل اناليسز للفود عشان اطمن الكونسيومر والمستهلك بتاعي ان الفود برودكت اللي بياخده ده سيف ونيوتريش نيوتريشس وهيلثي اوف هاي كواليتي، علشان الغش التجاري وعلشان ما تبقاش الموضوع متساب كده اي شركه تنتج اي حاجه فيها مواد سامه فيها مواد ضاره ما يبقاش الموضوع مفتوح للاخر. طيب ايه هي اهم مراحل الفود برودكشن؟ انتاج الفود اللي هو التصنيع، عمليه التصنيع بتاعه الفود في اي مصنع ايا كان الشيء اللي بيتصنع، بسكوت، شوكولاته، لبن، عصير، مكرونه، دقيق، دي كلها فود ايا كان بصورها المختلفه. البيزك ستيجز للفود برودكشن، عمليه الانتاج عباره عن اربع مراحل. المرحله الاولانيه هي الرو ماتيريال، يعني بتيجي الماده الخام المصنع. الماده الخام تدخل في عمليه التصنيع اللي بنقول عليها البرودكشن اريا، منطقه التصنيع. من البرودكشن اريا طلعت لي البرودكت النهائي اللي هو الفينشد برودكت. الفينشد برودكت مش هيفضل قاعد في المصنع، هياخدوه يوزعوه على السوبر ماركت اللي احنا بنقول عليه ايه، بيروح للماركت في الاسواق احنا ككونسيومر بنشتريه. يبقى البيزك ستيجز اوف فود برودكشن، انتاج الفود بيشمل اربع مراحل: رو ماتيريال، برودكشن اريا، فينشد برودكت، ومرحله الماركت. في اي مرحله من دول اعمل اناليسز للفود؟ في ناس تقول اهم مرحله لاناليسز بتاع الفود هي الماده الخام، في ناس تقول لك لا ده اثناء عمليه التصنيع، في ناس تقول لك لا ده بعد ما الفينشد برودكت خلص، في ناس تقول لك لا 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 ده بعد ما يروح الاسواق المفروض ناخد عينات عشوائيه كل شويه ونحلل الاكل من مكونات البرودكت ده. الرد على الكلام ده ان الفود اناليسز بيتعمل في الاربع مراحل بتاعه الفود برودكشن. لازم اعمل اناليسز للرو ماتيريال اللي هي الماده الخام علشان خاطر الماده الخام في الاول لو كان فيها مخلوطه بحاجه ثانيه هتطلع لي برودكت مش مظبوط، يبقى كده ولا كده انا صرفت فلوس على الفاضي وما طلعتش البرودكت مطابق للمواصفات، يبقى دي مرحله الرو ماتيريال. المرحلة الثانية البرودكشن اريا، لازم اعمل اناليسز اثناء عملية التصنيع، بمعنى ما ينفعش وانا مصنع عصير مثلا انتج مليون علبة او 500,000 علبة ولا 100,000 علبة وبعدين اقول ايه ده انا لما هخلص ان شاء الله نحلل ونتاكد ان مكوناته مظبوطة، هل ده ينفع؟ دي حاجة تكلف الناس ملايين. فلازم اثناء عملية الانتاج اتاكد تماما ان الموضوع ماشي كويس، ان البرودكت ماشي بالمراحل المظبوطة. يعني لو كانت المكنة الاولانية كان دورها على سبيل المثال انها تجيب المية وتحط فيها السكر ويحصل ميكسينج كويس بحيث يبقى السكر دايب قبل ما يتنقل للمكنة التانية، لازم اخد عينة من السامبل بين المرحلة بين المكنة الاولى والمكنة التانية عشان اتاكد من الخطوة دي حصلت كويس ولا لا. على سبيل المثال يعني دي اسمها البرودكشن اريا، يبقى اثناء عمليه التصنيع قبل ما يتنقل للمرحله الثانيه وروح المرحله الثالثه لازم اخد عينه احلل واشوف، من المرحله الثالثه للمرحله الرابعه احلل واشوف، لان كل خطوه من خطوات عمليه الانتاج دي بفلوس بتكلف ملايين واحيانا بتكلف مليارات على حسب طبيعه المنتج اللي بنتجه الشركه. ثالث حاجه لازم اعمل كمان فود اناليسز للفينشد برودكت، البرودكت بعد ما يخلص
هل هو طعمه مقبول؟ هل ريحته مقبولة؟ هل فيه المواصفات اللي المفروض هتحاسبني عليها الحكومة بعد كده؟ هل ممكن يترفض لو حد حللها؟ هل هو acceptable للكونسيومر؟ يعني ممكن لما يدوقه مبقاش طعمه وحش، ما يبقاش مستساغ، ما يبقاش ريحته وحشة، وهكذا. مكوناته مقبولة، مسكر، فيه سكر بزيادة، فيه ملح بزيادة، وهكذا. دي اسمها الفينيشد برودكت. كمان بعمل اناليسز للفينيشد برودكت، علشان انا هكتب عليه جدول اسمه اللي هي المكونات الغذائيه. احنا عارفين في جدول دلوقتي منتشر على كل الفود برودكتس اللي هو اسمه نيوتريشن فاكتس تيبل، اللي هو الجدول اللي بيتكتب فيه المكونات الغذائيه بتاعه الفود برودكت. يقول لك في نسبه كربوهيدرات كذا، وبروتين كذا، وفات كذا، وفيتامين كذا. ويقول لك ايه في الاول خالص، يقول لك ده عدد الكالوريز اللي هتاخدها من المنتج ده، مثلا 500 كالوري، 200 كالوري. دي حاجه كده بقت ظاهره بالنسبه لنا في مصر، هي حاجه جديده، لا هي منتشره على مستوى العالم من سنين طويله قوي، انه يكتب لك النيوتريشن فاكتس اللي هي الحقائق العلميه الغذائيه عن المنتج اللي بنحطه. اخر حاجه الماركت، لازم اعمل اناليسيس في الماركت، وده بيبقى دور الجوفرنمنتال ايجنسيز اللي هي المنظمات الحكوميه، زي ما بقول لكم جهاز حمايه المستهلك على سبيل المثال، دوره ان المفروض كل شويه ينزل الاسواق وياخد عينات عشوائيه من كل الفود برودكتس اللي موجوده، ويتاكد انها مطابقه للمواصفات ولا لا، يمكن اكسباير، يمكن توكسيك، في يمكن فيها ماتيريالز بتضر، ما هي انسيف مثلا للكونسيومر، وهكذا. يبقى في اي مرحله من مراحل الفود برودكشن والستيجز بتاعه الفود برودكشن اعمل فود اناليسيس، الرد ان انا اعمل اناليسيس في الاربع مراحل دي، اسمها البيزك ستيجز الفود برودكشن، مراحل انتاج الفود. طيب في سؤال تاني، ايه بقى خطوات الفود اناليسيس؟ يبقى مراحل انتاجه الاربع مراحل الاولانيه. امال ايه هي خطوات الفود اناليسيس؟ اما اجي اعمل فود اناليسيس لازم اعمل ثلاث حاجات. اول حاجه سيلكت اند بريفيرز سامبل، يعني اختار العينه بطريقه معينه واجهزها ان انا هبدا اعمل اناليسيس. يبقى سيلكت اند بريفيرز سامبل، يبقى اخدت السامبل. الخطوه الثانيه بيرفورمز اساي، اعمل الاناليسيس بتاعي اللي هو الاساي. طلعت قرايات طبعا، سواء بقيس بجهاز، سواء بعمل تايتريشن، ايا كانت الطريقه اللي انا بشتغل بيها، اخد القرايات دي اعمل كالكوليت اند انتربريت ذا ريزلتس، اعمل كالكوليشن واشوف سيجنيفيكانس، معنى الارقام اللي انا مطلعها ده بتدل على ايه، او الدلاله بتاعتها ايه. بعد كده هنبدا نتكلم على ايه هي الجوفرنمنتال ريجوليشنز اند انترنال انترناشونال ستاندردز ريليتد تو فود اناليسيس. بمعنى هو الحكومات بتحط ريجوليشنز وبتحط مواصفات ستاندرد في الفود ليه، بتعمل كده ليه؟ الهدف من الجوفرنمنتال ريجوليشنز يبقى في قوانين صارمه، وفي اجهزه حمايه المستهلك، وفي ستاندردز مواصفات للفود. الهدف من شغل الجوفرنمنتال ريجوليشنز بيبقى هدفه اول حاجه اللي لسه قايلينها من شويه، علشان اضمن للكونسيومر انه بيوصل له فود برودكت سيف ونيوتريشس، نيوتريشس هيلثي واوف هاي كواليتي. الحاجه الثانيه علشان خاطر تلزم الشركات ان البرودكت اللي بياكل، مش اي حاجه فود برودكت بناكلها هي اكل وخلاص، لازم يكون في مكتوب عليه النيوتريشنال كومبوزيشن، المكونات بتاعته ايه، علشان انا اقدر اختار واقارن بين المنتجات وبعضها. ممكن انا اكون بدور، انا لو واحد بعمل دايت بدور على نسبه فات قليله، بدور على نسبه كربوهيدرات قليله، عايز فايده صحيه اعلى فبدور على نسبه فيتامينز اعلى، وهكذا. فنتيجه وجود المنظمات الحكوميه الجوفرنمنتال ريجوليشنز هي اللي فرضت على الشركات ستاندردز مواصفات معينه علشان يكتبوا على البرودكت من بره نيوتريشنال كومبوزيشن، عشان لو واحد عنده مرض مزمن والمفروض يبعد عن مثلا نسبه سكر معينه، نسبه الفاتس معينه، يبعد عن حاجات الفيها كوليسترول، ده لازم مكتوب له على الفود برودكت من بره. يبقى تو انفورم، تدي معلومات للكونسيومر اباوت نيوتريشنال كومبوزيشن للفود، عشان الدايت وعلشان الناس اللي عندها كرونيك ديزيزز. الحاجه الثالثه تو انيبل فير كومبيتيشن امونج فود كومبانيز، بمعنى ان الشركات ما تبقاش متسابه كده بمزاجها خالص، تعمل اللي هي عايزاه، تديني منتج من اسوأ ما يكون وتحط عليه سعر عالي، رغم ان المكونات اللي جواه من اردأ ما تكون وما تستاهلش السعر بتاعه ده. فلازم يكون في فير كومبيتيشن، تسمح ان يبقى ايه، في منافسه شريفه بين وعادله بين الشركات وبعضها. الشركه اللي بتنتج برودكت له هاي كواليتي والكومبوزيشن بتاعته كلها حاجات فاين جريدز، دي تستحق ان هي تكتب على البرودكت بتاعه له سعر اعلى، لا يتساوى بيها الشركات اللي احنا بنقول عليها تحت السلم وبتحط اسوأ ما يكون في الفود برودكت.
اخر حاجه تو اليمينيت الايكونوميك فير اللي هو طبعا تحمينا ككونسيومر من الغش التجاري. اللي انا زي على سبيل المثال مثلا علبه العصير ممكن يكتب عليها 300 مللي، واحنا لو جينا نعمل لها اناليسز ونشوف تطلع 200 مللي ولا 150 مللي، ممكن الكونسيومر ما يحسش بالموضوع ده. او لو واحد جه يعمل اناليسز بعده يلاقي لا ده مزود نسبه الووتر قوي قوي، عامل دايليوشن ومخفف رغم انه معلي سعر العصير ده مثلا. يعني يبقى الهدف من وجود المنظمات الحكوميه وبتحط ستاندردز ليه للاربع اسباب دول: تضمن للكونسيومر سيف نيوتريشس هيلثي اند هاي كواليتي اوف فود، وتضمن للكونسيومر ان يبقى مكتوب له على الفود برودكت النيوتريشنال كومبوزيشن بتاعه الفود برودكت، وعشان تساعد على الفير كومبيتيشن بين الفود كومباني واليمينيت الايكونوميك فير. هنبدا نتكلم على ايه هي بقى المنظمات الجوفرنمنتال ايجنسيز، الوكالات او المنظمات الحكوميه اللي مسؤوله على انها تحط ستاندردز ومواصفات الفود، المواصفات بتاعه الفود مين اللي يقولها لنا؟ اول منظمه عالميه لازم نبقى عارفينها واحنا كصيادله لازم نبقى عارفينها في العموم هي الاف دي اي، اللي هي اختصار فود اند دراج ادمنستريشن. يبقى الاف دي اي اختصار فود اند دراج ادمنستريشن، من اسمها هي المنظمه حكوميه عالميه مسؤوله انها تقول لنا الستاندردز بتاعه الفود والاهم كمان بتاعه الدراج. وكلنا عارفين كصيادله واحنا خلاص قربنا نتخرج ونبقى صيادله قريب باذن الله، ان اي دواء جديد بينزل في السوق العالمي لازم يقولك ايه ده نزل وخد تصريح من الاف دي اي قالت خلاص بتاريخ اليوم الفلاني سنه 2020 ان الدراج الفلاني بقى اكسبتد ان ينزل يعالج الناس على مستوى العالم. مين اللي بيدي له التصريح ده؟ هو الاف دي اي اللي هي فود اند دراج ادمنستريشن، دي اهم منظمه لازم نبقى احنا عارفينها كويس. في منظمات تانية زي اليونايتد ستيتس اوف ديبارتمنت اجريكلتشر اللي هي اليو اس دي اي، في ناشونال مارين فيشرز سيرفيس ان ام اف اس، في الانفايرمنتال بروتكشن ايجنسي الاي دي اي، وفي مصر كمان في المنظمه ايه اللي مسؤوله انها تراقب موضوع الفود برودكشن والريجوليشن والستاندردز بتاعته اللي هي الهيئه المصريه العامه لمواصفات الجوده اللي هي الايجيبشن اورجانيزيشن فور ستاندردز اند كواليتي اللي هي الاي او اس. الناس هتتصدم كده من الاختصارات الكتير والموضوع صعب شويه الاسم مقارنه بالاختصار. انا اهم حاجه عندي اللي لازم كلنا نبقى عارفينه ان الاف دي اي اللي هي فود اند دراج ادمنستريشن دي اهم جوفرنمنتال ايجنسيز اللي بتحط الريجوليشنز والكومبوزيشن والكواليتي بتاعه الفود. فانا طالبه منكم ان احنا نحفظ الاف دي اي كويس، اهم حاجه عندي، ومش مشكله الباقيين للمعرفه فقط. الريجوليشنز دي الشركات على فكره عشان تاخد المواصفات دي ساعات بتحتاج انها يا اما بتاخدها من على موقع الاف دي اي نفسه لما بتنزل مواصفات لحاجات معينه اونلاين ودي بتبقى فري، واحيانا بيبقوا بيشتروها بفلوس الدوكيومنتس بتاعتها دي او الشهادات عشان تاخد الريجوليشنز بتاعه الفود برودكتس. نتكلم عن معلومه بسيطه كده عن الاف دي اي. الاف دي اي هي منظمه 100% غالبا هتبقى منظمه طبعا منظمه امريكيه، governmental agencies belongs to United States Department of Health and Human Services، منظمه امريكيه. الاف دي اي وظيفتها ايه؟ دي اللي مسؤوله على انها تحط الريجوليشنز بتاع السيفتي ليه من اسمها الفود والدراج وايه تاني الكوزموتكس الميديكال ديفايسز الاجهزه الطبيه والبيولوجيكالز السوائل الحيويه والراديولوجيكال برودكتس المنتجات المشعه. يبقى شغله الاف دي اي ان هي تحط الريجوليشنز والستاندردز والمواصفات بتاعه الفود الدراج الكوزموتكس الميديكال سيرفيسز البيولوجيكالز والراديولوجيكال برودكتس. الاف دي اي بتهتم انها تنزل كل شويه للكونسيومر على الويب سايت بتاعها زي مكتوب كده www.fda.gov، طبعا جي او في لان هي حاجه جوفرنمنتال حكوميه. الويب سايت ده نبقى عارفينه كويس يا جماعه، احنا كصيادله اي معلومه عايز تعرفها عن اي درج في الدنيا تخش على موقع الاف دي اي تاخد الكلام مسلم بيه، الاف دي اي قالت عليه مصرح بيه ولا لا، الاف دي اي لغت الدواء الفلاني ولا لا، ده تعرفه من على الويب سايت بتاع الاف دي اي. موجوده في امريكا زي ما قلنا في اليونايتد ستيتس، وبيبقى لها مكاتب على مستوى العالم، دايما كل بلد في الدنيا بيبقى ليها مكتب، الـ FDA بيبقى ليها مكتب في معظم دول العالم، 200 مكتب مثلا على مستوى العالم. نبدأ بقى نتكلم هي الـ Governmental Agencies اللي على رأسها الـ FDA زي ما قلنا من شوية، هتقول لنا إيه هي مواصفات الفود، المعايير، الفود ستاندردز، هي إيه المواصفات
اللي لازم تبقى موجودة في أي food product للكونسيومر، بحيث من ناحية الكومبوزيشن، السورس، الكواليتي، الابيرنس، ميثود اوف اناليسيس، وهكذا. ايه هي المعايير بقى؟ الـ FDA لما كانت اشترطت على الشركات معايير معينة للفود برودكت، ايه هي المعايير؟ الفود ستاندردز، المواصفات او المعايير بتاعه اي فود، بتبقى حاجتين. في مانداتوري ستاندردز اللي هي مواصفات الزامية، وفي فولنتري ستاندردز يعني مواصفات اختيارية. يبقى الفود ستاندردز بتنقسم لنوعين، عندي تو تايبس اوف فود ستاندردز، مانداتوري ستاندردز وفولنتري ستاندردز. المانداتوري ستاندردز اللي هي المواصفات الالزاميه بيبقوا ثلاث حاجات. معنى ايه الزاميه؟ يعني اي شركه لازم تعمل المواصفات دي غصب عنها، ما تقدرش تاخد شهاده ولا تاخد تصريح بانتاج الفود برودكت الفلاني الا لما تعمل المانداتوري ستاندرد. لكن الفولنتري دي هي حره، عايز تعمله او ما تعملهاش، دي حاجه اوبشنال. يعني المانداتوري ستاندردز الالزاميه ثلاث حاجات: الستاندردز اوف ايدنتيتي اللي هو المعيار الايدنتيتي، الستاندردز اوف كواليتي، والستاندردز اوف فيل. يبقى ما اقول لك تايبس اوف فود ستاندرد تقول لي مانداتوري وفولنتري. طب المانداتوري ستاندردز كام نوع؟ ثلاثه: الستاندردز اوف ايدنتيتي، ستاندردز اوف كواليتي، ستاندردز اوف فيل. امال الفولنتري ستاندردز اللي هي الاختياريه دي اللي هو ايه؟ الستاندردز اوف جريد اللي هي ايه؟ معايير الجوده، الستاندردز اوف جريد. نبدأ نتكلم عن أول نوع في الفود ستاندردز، هي المانداتوري ستاندردز. وقلنا المانداتوري ثلاث أنواع، أولها الستاندردز أوف ايدنتيتي. يعني إيه ستاندردز؟ المعيار الستاندردز أوف ايدنتيتي. كلمة ايدنتيتي يعني إيه؟ جاية من كلمة ايدنتيفيكيشن، يعني اللي هي التعرف، معيار التعرف. تعرف على إيه؟ تعريف الستاندردز أوف ايدنتيتي: specify the types and the amounts of ingredients that certain food must contain. يعني لازم الفود برودكت الستاندرد بتاعته، اول ستاندرد الزامي فيه انه يكتب عليه التايب والاماونت من الكومبوننتس اللي موجوده فيه، نوع الحاجات اللي موجوده جواه اللي هي التايب، وكل نوع من دولت الاماونتس بتاعه الانجريدينت بتاعته المفروض تبقى قد ايه. الاف دي ايه هي اللي الزمت الشركات تقول له المفروض تحط نسبه الميه كذا، نسبه السكر وهكذا. دي اللي اسمها الستاندرد اوف ايدنتيتي، بمعنى ان الفود هاف ماكسيمم والمينيمم ليميتس اوف سيرتن كومبوننتس. الاف دي ايه هي اللي قالت لهم ان اعلى نسبه من السكر كذا، اعلى نسبه من السولتس كذا، اقل نسبه مقبوله من الميلك تبقى في البرودكت وهكذا. يبقى تعريف الستاندرد اوف ايدنتيتي: سبيسيفاي ذا تايب اند ذا اماونت اوف انجريدينت ذات شود بي بريزنت ان فود. يعني الماكسيمم والمينيمم اماونت من كل كومبوننت، المفروض اقل نسبه كام واعلى نسبه كام. زي ايه الكلام ده؟ على سبيل المثال، وده مثال مش لحفظ، يعني الايس كريم مثلا من الستاندردز بتاعته إنه لازم يكون بيحتوي على أعلى من 10% ميلك فات، نسبة الدهون بتاعة اللبن اللي فيه تكون greater than 10. يعني إيه؟ أقل حاجة تبقى كام؟ مقبولة 10%. أكتر من 10% ماشي الحال، لكن لا يقل عن 10% من الميلك فات. لكن على النقيض مثلا الشيدر تشيز اللي هي جبنة الشيدر must contain يكون فيها نسبة الميلك فات أعلى من 50%، يبقى المينيمم بتاع أقل حاجة 50 أو يزيد عن 50، ماشي. اند ليس ذان 39% مويستشر، نسبه الرطوبه اللي فيها تكون اقل من 39، يعني اعلى نسبه رطوبه مقبوله 39%. هو ده كلمه الستاندرد في ايدنتيتي، اللي هو المينيمم اماونت من الكومبوننت قد ايه والماكسيمم اماونت قد ايه. ده تعريف الستاندرد في ايدنتيتي. طبعا التعريف لو مكتوب قدامنا اجيبه لك بقى في جيب ساينتفك مين تبقى عارفه، او في ديفينيشن ابقى طالبه منك تعريف الستاندرد في ايدنتيتي ايه تقدر تكتبه. النوع الثاني من المانداتوري ستاندرد كان الستاندرد اوف كواليتي، اللي هو معيار الكواليتي، الجوده بتاعه البرودكت. يعني سبيسيفاي ذا مينيمم ريكويرمنتس، الاقل متطلبات للبارامترز والفيتشرز بتاعه الفود برودكت اللي متعلقه بالكواليتي بتاعته. على سبيل المثال، هو المفروض الفود برودكت الكالر بتاعه يبقى عامل ازاي، التندرنس او الهاردنس درجه الطراوه بتاعته تبقى عامله ازاي، الفريدم اوف ديفكتس ما يكونش فيه ديفكت في الشكل بتاعه او ما يكون مخلوط بحاجه وهكذا. دي اسمها الستاندرد اوف كواليتي. يبقى سبيسيفاي ذا مينيمم ريكويرمنتس عشان المتعلقه ريليتد بالبارامترز اوف كواليتي اوف فود برودكت. يعني على سبيل المثال، لو الفود برودكت ده مثلا بسكوت، مثلا يعني بسكوت المفروض يبقى له لون معين، ريحه معينه اكسبتبل، لما اجي امسكه درجه الطراوه او التندرنس بتاعته، هل المفروض لما امسك بسكوت ساده مثلا اضغط عليه الاقيه طري؟ لا، يبقى المفروض لدرجه هاردنس معينه. دي اسمها حاجات مرتبطه بالكواليتي بتاعه البرودكت. ده تعريف الستاندرد اوف كواليتي.
لازم ابقى عارف الديفينيشن كويس. النوع الثالث من المانداتوري ستاندرد اللي الزامي على الشركات هو الستاندردز اوف فيل. كلمه فيل بالعربي يعني الملء. ملء ايه؟ ملء الكونتينر، العلبه اللي هيتحط فيها الفود برودكت. تعريفها ايه بقى الستاندرد اوف فيل؟ سبيسيفاي يعني بتقول له هاو فول كونتينر ماست بي، يعني يملى الكونتينر قد ايه. بمعنى ما يبقاش علبه العصير مكتوب عليها 300 مللي وهو حاطط لي 50 مللي ولا 100 مللي نازلين لتحت. طيب هل هو صح لان يملاه قوي 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 لفوق برطمانات مثلا المربى اللي مش عارفه ايه الحاجات دي، هل الصح ان هي تتملى فوق قوي قوي ما يبقاش في نسبه هواء بينه وبين الغطاء، ولا يملاها نصها بس ويسيب مسافه كبيره؟ اهميه الستاندرد اوف فيل ده ايه؟ انها تحط له معيار ومواصفات لملء الكونتينر. ليه؟ علشان تحمينا احنا ككونسيومر، افويد الكونسيومر ديسبشن اللي هو الخداع والغش الايكونوميك فير اللي احنا قلنا عليه قبل كده. ما يكتبليش على العبوه 500 مللي وهي في واقع الامر 300 او 350 وانا ككونسيومر ما اخدش بالي، ما احسش بالفرق. ده بيبقى مهم قوي. يبقى المواصفات الالزاميه على اي شركه اللي لازم تعملها عشان تاخد تصريح انتاج الفود برودكت ثلاث حاجات: الستاندرد اوف ايدنتيتي، الستاندرد اوف كواليتي، والستاندرد اوف فيل. في الثلاثه دول يا شباب لازم ابقى عارف الديفينيشن كويس، اعرف اكتبه لو انا طالبه منك او لو مكتوب قدامك في جيف ساينتفك نيم تبقى عارف هو ايه. نيجي بقى للفولنتري ستاندردز اللي هي المعايير الاختياريه اللي قلنا عليها. دي حاجه بقى زياده، حاجه واحده اللي هي الستاندرد اوف جريد، يا اما الشركه تعملها يا ما تعملهاش، دي حاجه ترجع لها. يبقى لازم تعمل مانداتوري ستاندرد. امال الحاجه الاختياريه دي هي ايه وبيعملوها ليه؟ الستاندرد اوف جريد هي دي المعيار اللي بيقسم البرودكتس لسب كاتيجوريز، لكاتيجوريز كتيره، لفئات مختلفه اللي هي سب ستاندرد والاكسلنت في الكواليتي. يعني احنا على سبيل المثال ككونسيومر تلاقي في السوق من نفس الحاجه مثلا في انواع شوكولاتات مثلا على سبيل المثال يقول لك ده سويسري، ده مش عارفه مستورد، ده محلي، ده تركي. بيتقسم كلهم ايه الجريد بتاعتهم، بتاعه كل منتج مختلفه عن الثاني. عارف بالعربي كده ما يقول لك المنتج ده فاخر يبقى جريد، الجريد بتاعه ده اكسلنت، منتج ممتاز. بيبقى ليه مواصفات اعلى من كل المواصفات الحاجات الثانيه اللي موجوده في السوق. ده بيكون في كل البرودكتس على فكره. واحنا كلنا عارفين ان الاكسلنت برودكتس دي اللي الجريد بتاعتها عاليه بيبقى سعرها اغلى. طيب ما يجي في دماغنا طب ما اي شركه تبقى بمزاجها تعلي السعر وخلاص؟ لا، الستاندرد اوف جريد لها مواصفات معينه بيجيبها الشركه من الاف دي اي برده، واحيانا بتدفع فيها فلوس وتاخد شهاده، تاخد شهاده ان هي عندها الستاندرد بتاع الجريد علشان تقدر تكتب على المنتج من بره ان ده منتج فاخر او منتج ممتاز من مواصفات قياسيه عالميه. علشان ياخد كلمه زي دي عشان يكتبها لازم يكون واخد بيها شهاده. ومين اللي هيديله الشهاده دي عشان يصرح له بكتابه جمله زي دي؟ الشركات دي بتروح للمنظمات الحكوميه الجفرنمنتال لابوراتوريز، المعامل بتاعه الحكومه، يحللوا ويشوفوا انت فعلا عامل المواصفات العاليه قوي دي اللي هي الستاندرد اوف جريدز ولا لا. لو مطبقها بيدوا له شهاده انه فعلا انت عامل المواصفات دي، وعلى هذا الاساس بيبقى له الحق يعلي ثمن السعر لان هو عامل مواصفات عاليه، فبيخلي ثمن البرودكت اعلى، اكيد بتعلي معاه عمليه الانتاج يعني. يبقى ده بيحتاج من الشركات انها تدفع فلوس عشان تاخد شهاده زي دي. بتدفع الفلوس ليه؟ عشان المنظمات الحكوميه تحلل البرودكت بتاعها وتتاكد من ان فيها الستاندرد اوف جريدز دي، وعلى هذا الاساس بتقدر الشركه تعلي ثمن السعر البرودكت بتاعها. علشان كده دي بقول اوبشنال، في شركات مكتفيه بالمانداتوري ستاندردز والبرودكت ماشي حاله على كده، وفي شركات بتبقى عايزه تعمل منتج اعلى في المواصفات فعايزه تعمل مواصفات اعلى واعلى اللي هي الستاندردز اوف جريدز. بتجيب بتروح بقى تشتري الشهاده ديت على اي اساس بتشتريها؟ ان الحكومه في البلد اللي هي موجوده فيها بتحلل البرودكت ده وتشوف الاناليست اللي موجود في الجفرنمنتال لابس بتاعتها بيقول لهم اه فعلا ده مطابق للمواصفات العالميه اللي هي الستاندرد اوف جريد، وعلى هذا الاساس بياخد الشهاده دي. بعد كده نعرف هو الاناليست بيجيب طريقه الاناليسيس للفود منين، يعني ايه هي المصادر اللي يروح يجمع منها سورس اوف انفورميشن اباوت ميثودز يوزد ان فود اناليسيس. المصادر الاساسيه في الفود اناليسيس اول حاجه انه يلجا للفارماكوبيا اللي هي دستور الادويه، واشهر دستور ادويه بنلجا اليه كلنا في مجال الاناليسيس هو اليونايتد ستيتس فارماكوبيا اللي هي اليو اس بي اللي هو الدستور الادويه الامريكي، والبي بي البريتش فارماكوبيا،
وفي كمان اليوروبيان فارماكوبيا، وفي الجابانيز فارماكوبيا، وفي في مصر الايجيبشن فارماكوبيا. دي المصادر الموثوق فيها الميثود اوف اناليسيس. لو ما لقيتش في الفارماكوبيا بلجأ للفود اناليسيس بوكس، في بوكس مخصوصه للفود اناليسيس بيذكر فيها معظم الميثودز ازاي تعمل اناليسيس للميت وللملك ولل حاجات كتير جدا لكل الفود برودكتس الموجوده. ساينتفك جورنالز المجلات العلميه، ويكون مجله علميه عالميه موثوق فيها. الاكويبمنت اند ايجنت سبلايرز اللي هي الشركات المنتجه للمواد الكيماويه والاجهزه العلميه، كمان احيانا بتنشر ابحاث عن الاناليسيس بتاع الفود من خلال سروز انترنت، من خلال النت، واي بحث علمي منشور نيو ميثود يعني، بس يكون منشور في مجله لها وزن وموثوق في البحث نفسه. ديت سورسز اوف انفورميشن، المصادر اللي ادور فيها عشان اجيب طريقه للاناليسيس لحاجه معينه في الفود عايز اعمل لها اناليسيس. نيجي بقى للساينتفك اورجانيزيشنز ريسبونسبل فور ببلشنج اوفيشال ميثودز فور فود اناليسيس. ناخد بالنا من حاجه، المنظمه اللي مسؤوله عن الجفرنمنتال ريجوليشن اللي بتحط الريجوليشن والستاندردز والفود كانت هي الاف دي اي. وقلنا تاني حاجه ازاي اعمل سورسز للانفورميشن، اجمع معلومات عن الطريقه والميثود اوف اناليسيس منين. قلنا روح للفارماكوبيا، روح للبوكس، روح للانترنت، روح للببلش بيبرز وهكذا. طيب هو في منظمات مسؤوله انها تنشر ميثود اوف اناليسيس، طرق للاناليسيس بتاعه الفود، متخصصه انها تنشر طرق لاناليسيس بتاعه الفود بس؟ اه في، اللي هم مين؟ اول منظمه مشهوره جدا 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 هي الاي او سي انترناشونال، هي اي او سي اختصار اسوسيشن اوف اوفيشال اناليتيكال كيمستس. اسوسيشن اوف اوفيشال اناليتيكال كيمستري، دي اكبر منظمه بتهتم انها تنشر طرق للاناليسيس بتاعه الفود، اللي هي الاي او سي انترناشونال. في حاجه كمان الاي اي سي سي انترناشونال، اللي هي الامريكان اسوسيشن اوف سيريال كيمستس. في الاي او سي اس الامريكان اويل كيمستري سوسايتي، في الامريكان بابليك هيلث اسوسيشن، في الفود كيميكلز كودكس ببلشد باي يو اس بي اللي بتنشرها اليونايتد ستيتس فارماكوبيا، وفي حاجات تانية كتير. يبقى في حاجات اورجانيزيشنز كتيره مسؤوله انها تنشر ميثودز اوف اناليسيس للفود، حاجات كتير قوي برضو بالاختصارات بتاعتها هتحس ان الموضوع صعب. اهم منظمه فيها او اهم اورجانيزيشن فيها هي الاي او سي انترناشونال، وهي دي اللي نحفظها ومش مشكله الباقيين. اي او سي انترناشونال. نبدا نتكلم عن الكرايتيريا او الفاكتورز افكتنج ذا تشويس اوف ابروبريت ميثود فور فود اناليسيس. يعني ايه هي الفاكتورز اللي بتحكمني وانا بختار طريقه الاناليسيس للفود اللي معايا؟ بمعنى انا عرفت خلاص ان انا لما هلجا لمكان اخد منه طريقه الاناليسيس، قلت هروح للاي او سي انترناشونال، هدور على النت، هشوف في اليو اس بي، في البي بي وهكذا. طب ما انا لما اجي ادور هلاقي طرق كتير جدا جدا على نفس الحاجه. مثلا لو انا عايزه اعمل اناليسيس لنسبه الكالسيوم في الفود برودكت اللي معايا، ده معايا فود برودكت معين عايز اعرف نسبه الكالسيوم اللي فيه، لو جيت ادور على في الانترنت وفي الميثودز وفي الفارماكوبياس والحاجات دي هلاقي طرق كتير جدا 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 لتحليل الكالسيوم. في حاجات تايتريشن، وفي حاجات بالسبكترو، وفي حاجات بالاتش بي ال سي، وفي حاجات دريفاتايزيشن، وحاجات كتير قوي. اختار اي طريقه، اختياري للطريقه هل في حاجات بتحكمني؟ هل في عوامل بتخلينا اتجه لطرق معينه واسيب طرق تانية؟ اه هي دي بقى الفاكتورز افكتنج ذا تشويس، الفاكتورز اللي هتاثر في اختياري للميثود اوف اناليسيس. الفاكتورز اللي بتاثر في اختيار الطريقه بتاعه الاناليسيس حاجتين، في فاكتورز وعوامل مرتبطه بخصائص الطريقه اللي هي الفاكتورز ريليتد تو ذا بروبابيلتيز اوف ذا ميثود، يبقى هختار طريقه معينه اعتمادا على خصائص الطريقه. وفي فاكتورز ثانيه مرتبطه بالابليكابيلتي اوف ذا ميثود، بمعنى امكانيه تطبيق الطريقه دي. اول فاكتور او اول عوامل هتاثر معايا في اختيار الطريقه هي الفاكتورز ريليتد للبروبابيلتيز اوف ذا ميثود، هي خصائص الطريقة، بمعنى هختار الطريقة الفلانية علشان خاطر الخصائص بتاعتها. اللي هي ايه الخصائص بتاعتها؟ لما باجي ادور على طريقة للاناليسيس لتحليل حاجة، بحتاج من الطريقة بتاعت انها تكون اول حاجة اكيوريت، اللي هي الايه الاكيوريسي، خاصية الاكيوريسي الدقة. يعني ايه اكيوريسي؟ يرد عليا بتوع الكواليتي كنترول يقول لك تعريف الاكيوريسي it's a measure of closeness of the measured value to the true value، بمعنى الطريقه دي لما اجي اطبقها الاقي فيه ان القرايات اللي انا مطلعها
قريبه من القراءات الصحيحه اللي هي ترو فاليو. حد هيقول لي هي ايه بقى القرايات الصحيحه؟ يعني القرايات اللي ستاندرد اللي هقارن بيها. القرايات الستاندرد دي بجيبها منين؟ بجيبها من ان انا اطبق طريقه للاناليسيس للحاجه الفلانيه من الفارماكوبيه واشوف القرايات اللي طالعه من الفارماكوبيه ايه، يبقى هي دي الستاندرد بالنسبه لي. او لبحث منشور في مجله مرموقه متميزه موثوق في الابحاث بتاعتها، يبقى القرايات اللي هي مطلعاها هي دي الستاندرد بالنسبه لي. اقارن القرايات اللي انا مطلعها بالطريقه بتاعتي مقارنه بالطريقه اللي منشوره او الطريقه بتاع الفارماكوبيه دي، هي دي ايه الكلوزنس. لو في قرب من النتائج اللي انا مطلعها الميجرد فاليوز بالنسبه للترو فاليو لو قريبين من بعض، يبقى الطريقه بتاعتي دي ايه اكوريت، لا اكوريسي عاليه. باول خاصيه انا محتاجها في الطريقه اللي هي الاكوريسي الدقه. يعني ايه تعريف الاكوريسي؟ اتس ا ميجر اوف كلوزنس of the measured value to the true value. يبقى في قرب من النتائج اللي انا عايزتها مقارنه بايه بالقرايات الصحيحه. تاني حاجه في خصائص الطريقه هي خاصيه البريسيجن. يعني ايه البريسيجن؟ البريسيجن معناها a measure of closeness of two or more measurements to each other. فاكرين لما كنا في معمل التحليليه اقول لك ايه؟ لازم تعمل الاند بوينت الواحده 3 مرات، لازم تعمل اند بوينت الواحده 3 مرات وتاخد الافر. طب هما اي 3 قراءات يبقوا صح؟ كنت اقول لك لا، هل ينفع اعمل تايتريشن اطلع مره الاند بوينت 4 ومره 5 ومره 6 واخد افريج ده كده صح؟ لا غلط. غلط ليه؟ لان طالما القراءات بعيده عن بعضها يبقى في حاجه غلط في الاكسبيرمنت اللي انت بتعمله، في الطريقه بتاعه الاناليسيس بتاعتك فيها حاجه غلط. امال ايه؟ لو القرايات قريبه من بعضها قوي، كل ما تكون القرايات القراءات بتاعتها قريبه من بعضها كل ما اقول على الطريقه دي ايه بريسايز، في بريسيجن. يعني لما بعيد القرايات بتبقى شبه بعضها قريبه من بعضها. فتعريف البريسيجن a measure of closeness of two or more measurements to each other، القرايات قريبه من بعضها. فكنا اقول لك ايه ده لما يطلع 5.1 و5.2 و5.3 لا الثلاثه دول اقدر اخد افريج ليهم لان الثلاثه قريبين من بعض، يبقى الطريقه دي فيها بريسايز او الطريقه دي فيها بريسيجن عالي. يبقى اختيار طريقه الاناليسيس اختار طريقه تكون اكوريت، الاكوريسي بتاعتها عاليه، يعني القراءات بتاعتي قريبه من الترو فاليو. الحاجه الثانيه البريسيجن بتاعها يكون عالي، يعني القراءات لما بعيد القرايه كذا مره مش كل مره تطلع لي قرايه مختلفه، لا قراءات قريبه من بعضها قوي. ثالث حاجه في الميثود اوف اناليسيس وانا بختار الطريقه لازم تكون طريقه السلكتيفيتي بتاعتها عاليه. يعني ايه سلكتيفيتي؟ تعريف السلكتيفيتي It's a measure of the ability of the method to determine particular analytes or certain group in a mixture without interference from other components. يعني الطريقه دي تقدر تحلل وتعرف لي مجموعه معينه او مكونات معينه موجوده في وسط حاجات تانية، دي اسمها السلكتيفيتي. يعني الطريقه تعرف تختار، بتعرف تميز حاجه معينه دونا عن الحاجات التانية. زي ايه؟ زي البين قوسين كده مكتوب عندنا، لو انا عارفه جبت طريقه تقدر تعمل اناليسيس للكربوهيدرات بس في وجود البروتين وفي وجود الفات وفي وجود الفيتامين، يبقى الميثود دي ايه؟ لها سيلكتيفيتي عاليه، سيلكتيف، عرفت تختار جروب معينه او سيرتن انالايتس ووسط الحاجات الثانيه ما عملوش انترفيرنس معاها. يبقى تعريف السيلكتيفيتي اتس ذا ابيليتي اوف ذا ميثود تو ميجر اور ديتيرمين سيرتن جروب اور بارتيكولار انالايتس، يعني حاجات كتيره بس من مجموعه واحده، سيرتن جروب in a mixture معاها حاجات تانية without interference from other components. لو عرفت اعمل analysis للكربوهيدرات بس وجود البروتين والليبيدز والفاتس والحاجات الفيتامينز والكلام ده، يبقى الطريقه دي selective. فانا لازم اكون لما تختار method of analysis تكون السلكتيفيتي بتاعتها عاليه. طب لو انا عايزه بقى طريقه اكثر دقه من السلكتيفيتي، يعني تجيب لي مركب بعينه في وسط وجود الحاجات التانية اللي شبهه، دي اسمها السبيسيفيستي. يعني ايه سبيسيفيستي؟ تعريف السبيسيفيستي a measure of ability of the method to determine certain component in a mixture even in the presence of other similar components. رغم ان الحاجات اللي حواليه شبهه الطريقة تقدر تحلله وتعمل determination له هو بس بالرغم من وجود حاجات تانية شبهه من نفس الكلاس. زي ايه؟ زي ما اقدر اعمل analysis للجلوكوز في وجود بقية الكربوهيدرات. في السلكتيفيتي كانت الطريقه سلكتيف لو عرفت تعمل ديترمينيشن الكربوهيدرات بس في وجود البروتين والليبيدز، ده اسمها سلكتيف ميثود. لكن قمت اقول لها سبيسيفيك ميثود الاكثر دقه بقى هي السبيسيفيك ميثود مش السلكتيف. ليه؟ لان السبيسيفيك تقدر تعين نوع كربوهيدرات واحد في وسط بقيه الكربوهيدرات بقى،
فعلى سبيل المثال اقدر اعمل ديترمينيشن للجلوكوز لوحده في وجود الفركتوز والسكروز والحاجات كلهم كربوهيدرات زي بعض اهمت والشوجرز كلهم، ومع ذلك الميثود تقدر تعمل ديترمينيشن للجلوكوز بس في وجود الاذر كربوهيدرات. دي بنسميها السبيسيفيك ميثود. يبقى الفاكتورز ريليتد للبريباراتيف ذا ميثود، خصائص الطريقه، اما اجي اختار طريقه اهم خصائص ادور عليها هي الاكيوريسي العاليه، البريسيجن العالي، السلكتيفيتي، واحيانا ابقى محتاج السبيسيفيستي. الفاكتور الثاني اللي بيأثر معايا في اختيار الميثود اوف اناليسيس هو الفاكتور اللي ريليتد تو الابليكابيلتي اوف ذا ميثود. يبقى قلنا فاكتورز ريليتد تو ذا بروبابيلتي اوف ذا ميثود هما الاكيوريسي، بريسيجن، سلكتيفيتي، سبيسيفيستي. الفاكتور الثاني اللي ريليتد للابليكابيلتي اوف ذا ميثود امكانيه تطبيق الطريقه. ايه هي بقى الفاكتورز اللي بتحكمني في الابليكابيلتي اوف ذا ميثود؟ اول حاجه السامبل سايز، يعني افرض انا مش معايا الا 1 جرام من السامبل، هو ده اللي عامل له اناليسيس بيه، مفيش قدامي الا كده. واجي اروح انا ادور على ميثود في اناليسيس، اجي اقرا البروسيدور بتاعتها الاقي بيقول لك استخدم 5 جرام من السامبل، هينفع اختار الطريقه دي واصر ان انا اعملها؟ لا طبعا ما ينفعش، يبقى هضطر اغير الطريقه واختار طريقه ثانيه اعتمادا على امكانيه تطبيق الطريقه. السامبل سايز اللي معايا ما ينفعش اطبق الطريقه دي. من ضمن الحاجات اللي مرتبطه بالابليكابيلتي امكانيه تطبيق الطريقه هي الريجنس. افرض هي محتاجه ريجنس معينه، الطريقه اللي منشوره اللي انا رحت جبتها دي، وانا ما عنديش الكيميكالز دي، يبقى مش هينفع اطبق الطريقه ادور على طريقه ثانيه. ثالث حاجه الايكويبمنت، الجهاز. ما يبقاش انا كل اللي متاح عندي في المعمل اللي انا شغال فيه جهاز سبكتروفوتومتر واروح اجيب طريقه منشوره في اي بحث او في الفارماكوبيا اتش بي ال سي مثلا وانا ما عنديش الجهاز، يبقى بالنسبه لي مش ابليكابل، ما ينفعش اطبقها. الكوست، التكلفه. افرض الطريقه اللي انا بدور على النت فيه 10 طرق قدامي، اروح ادور على اكتر طريقه فيها ريجنتس كتير والكيميكالز اللي فيها حاجات غاليه وانا الكوست بتاعتي ما اقدرش اشتري الحاجات الغاليه دي، لا لان انا راح ادور على طريقه تانية بحيث الكوست بتاعتها اقل. السبيد، السرعه. ما يبقاش انا شغال في مصنع دلوقتي وانا بعمل اناليسيس في البرودكشن اريا، يعني عمليه التصنيع شغاله وانا واخده عينات المفروض ارد عليهم بسرعه، هل هيتنقل للمرحله الثانيه ولا لسه المرحله الاولانيه مظبوطه ولا لا، يعني لازم اعمل اناليسيس بسرعه. يبقى اما اجي ادور على طريقه، ادور على طريقه السبيد بتاعتها عاليه، طريقه سريعه، تايتريشن مثلا جهاز سبكترو، ما اروحش ادور على طريقه بيقول لك حط الريجنت الفلاني على السامبل وسيبهم 3 ايام وبعدين روح اعمل ما اعرفش ايه، ما ينفعش. يبقى من ضمن الابليكابيلتي اوف ذا ميثود السبيد، السرعه، على حسب هل انا قدامي وقت اعمل الطريقه اللي بتاخد وقت طويل دي ولا محتاجه طريقه اسرع. سيفتي والبريكوشنز، يعني هل انا عندي طرق تامن لي السيفتي؟ يعني افرض الطريقه بتعتمد حط كونك سلفوريك ويحصل ما اعرفش ايه، يعني افرض انا ما عنديش الحاجه تامنني ان انا اعمل الخطوات دي، ما عنديش سيفتي للحاجات دي كلها، يبقى ما اعملش الطريقه دي، ادور على طريقه تانية. اخر حاجه الافيلابيلتي اوف تريند اناليستس، بمعنى يعني ما اروحش ادور على طريقه استخدم جهاز الجي سي مثلا اللي هو الجهاز كروماتوجرافي وانا ما عنديش واحد اناليست اشتغل على جهاز جي سي قبل كده، ما بيعرفش يشغل الجهاز ده. واحد مثلا عمره ما وقف على جهاز اتش بي ال سي، هل يروح يدور على طريقه الاكيوريسي بتاعتها عاليه والسلكتيفيتي والبريسيجن عالي والكلام ده، بس هي طريقه اتش بي ال سي انت بتعرف تشتغل عليه؟ يقول لك لا. يبقى انا ما ينفعش اختار طريقه مش ابليكابل بالنسبه لي لان ما عنديش تريند اناليست متدرب عليها ويقدر يطبقها. يبقى الفاكتورز اللي بتحكمني في اختيار الميثود اوف اناليسيس مش اي طريقه اجيبها الاناليسيس وخلاص، فاكتورز ريليتد للبروباريتيز بتاعه الميثود تكون الطريقه اكروت وبريسايز والسلكتيفيتي بتاعتها عاليه والسبيسيفيستي بتاعتها عاليه. وفي فاكتورز بتحكمني اللي هي الابليكابيلتي اوف ذا ميثود، ايه هي الابليكابيلتي، تطبيقيه الطريقه ويمكن اطبقها ولا لا، على حسب زي ايه، السامبل سايز، الريجنتس، الايكويبمنت، الكوست، السبيد، سيفتي اند بريكوشنز، والافيلابيلتي اوف تريند اناليست. احنا قدامنا مكتوب حوالي 7 اهو، عايزاك لما تيجي تحفظ لي من دولت كلهم 4، اي 4 منهم وخلاص. لو جات لنا في كومبليت مثلا سؤال كومبليت ولا حاجه ابقى عارف منهم على الاقل 4 اقدر اكتبهم في المرتبطين بالابليكابيلتي اوف ذا ميثود.